تعرض الفنان تيم حسن لموجة انتقادات كبيرة من قبل متابعين على منصات التواصل الاجتماعي بسبب إفراطه باستخدام عبارات بذيئة في مسلسل الزنت، وتدخل هاي العبارات ضمن تصنيف كلام شوارع يلي رفضها المتابعين لأنها بتشكل خطر على أبنائهم يلي بيتابعوا هاي الأعمال ويحاولوا يقلدوا شخصية عاصي الزنت. ولكن على ما يبدو صارت هاي الكلمات ضرورة درامية لتسويق العمل وكسب المزيد من الأموال دون الاهتمام بخصوصية المشاهدين. واعتبر كتير من المتابعين أنه مسلسل الزند هو عمل ضخم بيستحق المتابعة، لكن لولا وجود هاي الألفاظ البشعة يلي بيقولها تيم حسن بكل حلقة، وفي مين دافع عن هاي الألفاظ واعتبرها ضرورة درامية. فقال أحد متابعين: أنا شايف أنها ضرورة درامية لأن شخصية عاصي الزند تتطلب يكون لسانه زفر وشوارعي، لأن المفردات الشوارعية معروفة عنا. واستخدم تيم يلي بيلعب دور عاصي كلمات وشتائم بذيئة مثل يلي عم بتشوفوها على الشاشة. مع العلم أثار حسن بالموسم الماضي جدل ببعض المصطلحات يلي استخدمها بمسلسل الهيبة، وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي وقتها الممثل تيم يلي بيلعب دور جبل. ولكن برر تيم حسن وقتها بأنه ضمن السياق الدرامي لشخصية جبل يلي بيشتغل بالتهريب وغيره من الأعمال غير القانونية. شو رأيكم باستخدام مثل هاي المصطلحات البذيئة في عمل درامي؟ اكتبوا لي رأيكم تحت بالتعليقات. ولهون وصلنا نهاية حلقتنا لليوم، شوفكم بحلقة جديدة من حقائق مع رامي. سلام.